السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة السادسة، مجال اللعب والمرح، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان نصنا لعبة مسلية، لعبة مسلية. إذا نقرأ النص: الأطفال في الساحة يلعبون، أما خالد فكان يجلس وحيدا أمام الحاسوب. نادته رباب: تعال العب معنا. خالد: لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. رباب: جرب وسوف تسعد كثيرا. خالد: حسنا، سأنضم إلى فريقك. رباب: علينا أن نجد الكنز المفقود. نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. خالد: إنها لعبة مسلية. إذا سنعيد القراءة. إذا الأطفال في الساحة، في الساحة ما كنقولوش في الساحة، في الساحة عندي هنا همزة وصل، يلعبون، أما خالد فكان يجلس وحيدا أمام الحاسوب. أمام الحاسوب، عفوا اللام ليس الحاء، أمام الحاسوب. نادته رباب: تعال العب معنا، تعال العب معنا. خالد: لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. رباب: جرب وسوف تسعد كثيرا. خالد: حسنا، سأنضم إلى فريقك. رباب: علينا أن نجد الكنز، نجد الكنز المفقود. نتبع الإشارات، نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. خالد: إنها لعبة مسلية. إذا ننتقل للإجابة للأسئلة المرافقة. ألون كلمات النص. إذا سنبحث عن كلمات النص: شاشتي، المفقودة، يفرحون، يلعب، الملعبي، رباب، الكنزة، مشوقة، نادية. إذا الكلمات الموجودة في النص لدينا، نبحث معا. لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. إذا كلمة شاشتي موجودة في النص، المفقودة أيضا موجودة في النص، والكنزة كذلك، الكنزة كذلك موجودة في النص، وكلمة رباب، اسم رباب كذلك موجودة في النص. إذا هذه الكلمات الموجودة في النص. إذا شاشتي، المفقودة، رباب، والكنزة، يفرحون، والملعب، مشوقة، ونادية. هذه الكلمات غير موجودة في النص. إذا السؤال الثالث: أبحث عن معنى الكلمة في النص. إذا ألعب، ألعب، ألهو. إذا معنى كلمة ألعب ألهو. فريدا، وحيدا. إذا معنى كلمة فريدا وحيدا.
ممتعة لعبة مسلية، لعبة ممتعة لعبة مسلية مسلية. دعته نادته رباب، إذا نادته دعته نادته. إذا ألعب عفوا ألهو فريدا وحيدا، ممتعة مسلية دعته نادته. بالنسبة للسؤال الرابع، أكمل شبكة المفردات اللعب المرح اللهو اللهو فريق ممتعة. ممتعة، إذا اللعب المرح اللهو فريق ممتعة. ننتقل للصفحة الموالية، أحدد الجملة الصحيحة. كان خالد يجلس لوحده، كان خالد يجلس لوحده. إذا هذه العبارة صحيحة لأن جاء في النص فكان يجلس وحيدا، فكان يجلس وحيدا، إذا صحيح. كان خالد يقرأ في الحاسوب، كان خالد يقرأ في الحاسوب، خطأ لأن خالد كان يلعب لعبة. أجاب رباب قال لا أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي، إذا لم يكن يقرأ. الإشارات توصل إلى الكنز، الإشارات توصل إلى الكنز. لاحظوا ماذا قالت رباب، نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. إذا نعم هذه العبارة صحيحة. لم يشارك خالد رباب لعبتها، لا لقد شارك خالد ربابة في لعبتها. إذا حسنا سأنضم إلى فريقك، إذا العبارة خاطئة، إذا العبارتين الصحيحتين. كان خالد يجلس لوحده والإشارات توصل إلى الكنز. أحدد التكملة وأقرأ. لعب خالد ضد فريق رباب، أو لعب خالد مع فريق رباب. إذا لعب خالد مع فريق رباب، لعب خالد مع فريق رباب. اللعبة مملة أو اللعبة ممتعة، جاء في آخر النص أن اللعبة مسلية بمعنى ممتعة، إذا اللعبة ممتعة. أخط ثم أنقل، إذا نكتب نقرأ ثم نكتب. ت ب ث ي ن ن، إذا ت ب ث ي ن نن. رتبت بثينة ثيابها، رتبت بثينة ثيابها، رتبت بثينة ثيابها. الكتابة التفاعلية، أحيط أفعال البهلوان والأطفال بخط، إذا أفعال البهلوان والأطفال بخط. إذا من خلال هذه الصورة هنا بعض أحداث حكاية قصة عدنان والبهلوان. إذا ماذا يفعل البهلوان؟ البهلوان يعزف، إذا يعزف على الكمان، يعزف البهلوان على الكمان، يغني البهلوان، نعم
يغني البهلوان، يغني. يبكي، يقرأ، يبكي. هل البهلوان يبكي؟ لا. هل كان يقرأ؟ لا. كان يعزف ويغني ويحكي لهم الحكايات. إذا بالنسبة للأطفال، أفعال الأطفال، أفعال الأطفال: يمرحون، يرقصون، يرسمون، ويغنون. إذا الأطفال يمرحون، يرقصون، ويغنون. إذا يمرحون، يرقصون، ويغنون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.